العقيدة الأشعرية. العقيدة الأشعرية فيها مذهب التأويل، تأويل الصفات اللي هو يقول اليد بمعنى القدرة والاستواء بمعنى الاستيلاء إلى آخره، والمذهب الآخر عند الأشاعرة وهو التفويض. ولكن في فارق بين تفويض الأشاعرة وبين تفويض السلف. الأشاعرة يفوضون الكيف والمعنى، يعني لا نثبت لا معنى ولا كيف، نفوض المعنى والكيف. أما السلف فكانوا يثبتون المعنى ويفوضون الكيف فقط، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهو هنا فوض إيه؟ الكيف، يعني يقول يد الله عز وجل، اليد معلومة، ولكن كيف هي يد الله؟ علم ذلك إلى الله. الله عز وجل يضحك، الضحك معلوم، ولكن كيف هو ضحك الله عز وجل؟ نفوض هذا إلى الله. وكذلك الاستواء معلوم، معنى الاستواء معلوم، معنى الضحك معلوم، معنى الغضب معلوم. فهذه الصفات كلها معلومة، معانيها معلومة، أما كيفيتها فهي التي نفوضها إلى الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع ضابط مهم للغاية، مع تنزيه الله عز وجل عن الشبيه والمثيل. يعني لا يقع في خاطرك أو في قلبك أو في عقلك أن يد الله عز وجل لها شبه أو مثال في الخلق، لا، ليس كمثله شيء، أو أن ضحك الله عز وجل له شبه أو مثال أو يمكن تخيله، لا، هذا مهما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا هو الفرق بين عقيدة الأشاعرة وبين عقيدة السلف. يعني أنت عارف المشكلة فين يا إخوة؟ إنك بتلاقي في أشاعرة متشددين جدا وفي سلفيين متشددين جدا، متعصبين جدا. المشكلة اللي فيها الأمة بتقع دايما بين هؤلاء المتعصبين من جميع الطوائف. يعني تجد المتعصبين من الأشاعرة يرموا السلفيين بأنهم يعبدون صنما وأنهم مشبهة ومجسمة، وتجد المتعصبين من السلفيين يرموا الأشاعرة بأنهم يعبدون عدما. شوف بقى، دول عبيد لصنم ودول عبيد لعدم، وأنهم جهمية وأنهم معطلة، وهذا الكلام باطل. لا هؤلاء مجسمة ولا هؤلاء معطلة، لا هؤلاء يعبدون صنم ولا هؤلاء يعبدون عدم. ولكن الأشاعرة أرادوا تنزيه الله عز وجل، والسلفية أرادوا الوقوف عند حدود النص الشرعي، الوقوف عند حدود ما أنزل الله على رسوله، والتزموا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، لم يجاوزوا. أيوة في خلاف، والخلاف فيه معتبر وينبغي يعني النقاش فيه وكل حاجة، ما بقولش إن إحنا يعني نصادر النقاش فيه، ولكن ينبغي عدم التعصب. المشكلة كلها فين؟ في التعصب، وال يعني إن كأنها حرب قائمة بين الفريقين. ده كان كثير جدا جدا من علماء المسلمين كانوا أشاعرة، والأشاعرة عندهم أشياء تحمد لهم وعندهم أشياء تذم فيهم. أنا شخصيا لا أتفق مع الأشاعرة في أي شيء من عقيدتهم وأخالفهم فيها جملة وتفصيلا، ولكن أحسن الظن بهم. لا أقول عنهم لا معطلة ولا يعبدون عدما ولا الكلام ده، لا، أقول هم أرادوا تنزيه الله عز وجل ولكنهم أخطأوا. إيه الحد في الموضوع ده عندي؟ إني تكلموا بأمور ما جاء ذكرها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا جاءت على لسان أحد من الصحابة ولا التابعين. يعني ما في حد من هؤلاء قال إن اليد بمعنى القدرة، ولا قال إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولا الكلام ده خالص. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا الكلام ما كان معروف في هذا الصدر الأول. ولكن مع ذلك لا أشنع على إخواني من الأشاعرة ولا أتهمهم في دينهم، بل أحسن الظن فيهم وأحمد لهم كثير من صنيعهم في نزاعهم التاريخي مع المعتزلة والجهمية. من الحاجات الأباطيل العجيبة جدا اللي بعض المتعصبين من السلفية بيرموا بها الأشاعرة، يقولون إيه دول جهمية. يا ابني ده الأشاعرة دول هم اللي أفنوا حاجة اسمها الجهمية، هم اللي أفنوا حاجة اسمها المعتزلة. المعتزلة في وقت من الأوقات كانوا مسيطرين عقليا وفكريا على العالم الإسلامي. مين اللي وقف لهم؟ الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وكان له الفضل الأكبر بتوفيق الله عز وجل أن وقف لعقيدة المعتزلة التي كانت تسري في الأمة، وكان يعني كان لهم سيطرة كبيرة جدا فكرية وعقلية على الأمة، وكان علماء الحديث وعلماء السلف ما كانوش عارفين ينظروا. اللي وقف لهم مين؟ الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وأبطل حججهم، وكان قوي الحجة، وكان عالم جليل رحمه الله تعالى. نختلف معاه رحمه الله كما نختلف مع غيره، ما هوش معصوم ولا حاجة، ولكن يعني لا نظلم الناس ولا نفتري على الناس ولا يعني نبخس الناس أشياءهم. هذا الرجل الصالح الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى جرى على يديه خير كثير يحمد له ويشكر له رحمه الله تعالى،
وكان عالما جليلا واماما كبيرا. وده مش كلامي انا، انت راجع ترجمه الامام ابو الحسن الاشعري في اي كتاب. ومع ذلك انا شخصيا لا اتفق مع الامام، طبعا مش انا يعني انا اطلع ايه في الامام، ولكن اقصد يعني لا اوافق الاشاعره على عقيدتهم ولا انتمي لهذه العقيده، ولكن احترم الامام ابو الحسن الاشعري واجله واعرف له قدره، واحترم اخواني من الاشاعره واجلهم واحترم جهدهم، واعلم ان لهم يد طولة في الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي نشر الإسلام في العالم الإسلامي على مدار 1000 سنة تقريبا. يعني أنت لو راجعت تاريخ الفتوحات الإسلامية في 1000 سنة الأخيرة، ومن وقف للتتار ومن وقف للصليبيين هم الأشاعرة، علماء الأشاعرة، صلاح الدين الأيوبي، الإمام العز بن عبد السلام، وغيرهم من الأخيار الأبرار الذين نصر الله عز وجل بهم الدين. فإزاي يعني تمحو كل عمل هؤلاء لمجرد أنت مختلف معاهم في مسألة وما هيش مسألة يعني كبيرة للغاية؟ مسألة عقدية مهمة، ولكن بيتم تضخمها وتهويلها بشكل مبالغ فيه جدا، كأني يعني لن تدخل الجنة إلا لو أنت خدت قرار في هذه المسألة. أبدا، وما كان هكذا موقف السلف. حتى ابن تيمية نفسه اللي هو يعني أكتر حد كان عنده مشكلة كبيرة مع الأشاعرة وسجنوه كذا مرة، ما كان بيتكلم عن الأشاعرة باحترام رحمه الله تعالى، وكان يعرف لهم أقدارهم. وعلى فكرة علماء الأشاعرة، اتكلمنا عن ابن تيمية والأشاعرة في سلسلة طويلة، علماء الأشاعرة اللي سجنوا ابن تيمية كانوا بيحترموه، كانوا بيتكلموا عنه كويس، وكلمنا عن ده وبينا طرف منه، وهنرجع نتكلم تاني عن باقي قصة ابن تيمية مع الأشاعرة.